تدابير تحفيزية وتفضيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة والناشئة استهدتها شركة صنع الغاز مؤخرا ضمن نظام صفقاتها، بهدف تمكين هذه الشركات من الحصول على حصص في السوق في ظل بيئة تنافسية تتسم بالشفافية وتضمن المساواة بين القطاعين العام والخاص. Je pense que ça va donner une grande flexibilité, une célérité aussi dans la prise en charge de ces problèmes et en même temps sur les délais de réalisation des projets. Et on a même pris une disposition qui n'est pas des moindres, c'est que de laisser à chaque filiale du groupe Sonal Gaz, donneur d'ordre, une flexibilité de l'adapter selon sa spécificité. Une filiale travaux, filiale distribution, pour accompagner par exemple la réalisation donc, de tous les projets et les demandes pressantes des pouvoirs publics, telles que les zones d'ombre et autres. Les filiales travaux pour encourager l'ensage, on leur a laissé une marge de manœuvre à leur niveau. C'est la première fois que ça arrive. وزير الطاقة دعا من جهته المؤسسات الصغيرة إلى عدم الاكتفاء بالآليات والتسهيلات التي توفرها الدولة لفائدتها، ومن ثم إلى تشكيل تكتلات فيما بينها تمكنها من منافسة المؤسسات الكبرى في الحصول على المشاريع الهامة للقطاع. علاش ما تخلقوش دي جروبمون وين جهة كاين واحد مثلا يترأس الجروبمون اللي عنده لي كاليفيكاسيون ويدي معاه زوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ما على باليش بلي ميكرو انتربريز اللي هما ما عندهمش لو نيفو دو كاليفيكاسيون كيلفو، يا سما ولا تخدموا مع بعض. كي تخدموا مع بعض دابور تتعاونوا، دابور تتعلموا من بعضكم، ثانيا الشركات اللي ما عندهاش لو نيفو دو كاليفيكاسيون تقدر تطلع بعد بتاتر ان شونتي ان بروجي دو بروجي اكسترا تقدر تطلع، وفي هذاك الوقت ممكن اسمم الله تنافسوا كل الشركات اللي تجي حتى الشركات اللي تجي من برا. التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال ترقية المؤسسات المصغرة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وشركة صنع الغاز كان فرصة لتكريم فريق تقنيي الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء الذين تدخلوا بأمر من رئيس الجمهورية لإصلاح خلل وقع على مستوى المحطة الكهربائية المسؤولة عن تزويد عاصمة ليبيا طرابلس مطلع شهر أكتوبر الجاري.